والله احنا من تمطر الدنيا نقول الموت افضل. لا اي والله يا الله قولي والله تمطر فوق انا. الله يعينكم الله يعينكم ابويا، انتم الصبر اهم شيء. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليكم وترجعون لاهلكم. احنا جايين نفرحكم، ما نريدش تبكين، احنا نريد نفرحكم ما نريدش تبكين ابويا، ولا احنا نتعلم وياكم ونشوف انه المطر عليكم والوضع مالكم. هاي انتم كلكم تتكومون هنا، نوبات الحجيه هم تجوا وياكم. تحكي لهم قصص بالليل؟ مو بس قصص، اسولف لهم على الدوره القديمه. كنا مكيفين ومرتاحين، وهسه عينا مفجره بيوتنا ومهجرين، وهسه عينا نريد ان نلبس لنا هدم مثل الوادم من تمطر الدنيا وغسل هدومنا، ما نعرف ايش نلبس غيرها. والله العظيم والله احكي لك انت مثل وليدي، والله العظيم يقول يما هدوم تنقع الشيل، بس اقول وليدي لف نفسك بالبطانيه واقعد، امرنا لله. نقول الله يكرمك. موجود الله سبحانه وتعالى يباوع علينا وعليكم ويفرجها على المسلمين يا ربي. الحمد لله. وترجعون لاهلكم. حتى رجعنا احنا حتى بيوتنا عندنا، بيوتنا فجروها كلها. ان شاء الله تتعوضون ان شاء الله. فجروا يعوضوكم. وقعدوا هسه يعني اذا رجعنا هسه نرجع بهياكل اتعس من هذه.